اهلا بحضراتكم من جديد. نفت رئاسة مجلس الوزراء صحة ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول اعتزام الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، واشارت الى ان ايا من الشركات المحلية او الأجنبية لا تستطيع التعاقد على استيراد الغاز من اي دولة الا بعد موافقة الحكومة المصرية. عقد سفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية مؤتمرا صحفيا محوره حول دور الدول الأخرى في مراقبة العملية الانتخابية القادمة. التطور جاء بالأمس حينما قام السيد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في القاهرة بمقابلة السادة المسؤولين في لجنة الانتخابات الرئاسية، وسلمهم بالفعل خطابا رسميا من مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي تطلب فيها المشاركة في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية. هذا تطور هام، تطور ايجابي، يعكس تسليم كامل بارادة الشعب المصري، يعكس تسليم كامل بخريطة الطريق بهذا الاستحقاق الهام من استحقاقات خريطة الطريق. هذه البعثة تتكون من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، إن كانوا من النشطاء في مسائل حقوق الإنسان أو العاملين في مجال الإعلام. قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل مباشرة الحقوق السياسية والنواب إن اللجنة ستلتقي اليوم بعدد من الأحزاب السياسية لاستماع لمقترحاتهم حول تعديلات هذين القانونين. وكانت اللجنة قد استقرت بشكل نهائي على أن يكون النظام الانتخابي في البرلمان القادم نظاما مختلطا، في حين أنها لا تزال تدرس النسب المخصصة لمقاعد القائمة والفردي. أجرت جنايات شبرا الخيمة محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة في قضية قطع طريق قليوب لجلسة 10 مايو لاستكمال مرافعة المتهمين. ويوجه المتهمون تهمة قتل 2 والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لمرافعة الدفاع. انتقدت مجلة كومنتاري الأمريكية مقال الكاتب روبرت كاجان التحريضي الذي نشر في صحيفة واشنطن بوست ضد الحكومة والجيش المصري، والذي يزعم فيه أنه سبب انتشار صناعة الإرهاب في مصر في الفترة الأخيرة. وقالت أن الادعاء بوقف المساعدات الأمريكية لمصر ادعاء خطأ ويتعارض مع المثل الأمريكية. أضافت أن وصول الإسلاميين لحكم مصر هو ما خلق جيلا جديدا من الإرهابيين وموجة أخرى من الإرهاب، خاصة أن افتراض كاجان أن الظلم والقمع لدين تعرض لهم الإخوان المسلمون بعد الإطاحة برئيس مرسي هما ما دفعهم للجوء إلى العنف والإرهاب، افتراض خطأ، فليس للهجمات الإرهابية عذر شرعية. وأشارت إلى أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو الأوفر حظا على حد تعبير المجلة، وعليه أن يتلاشى أخطاء النظام السابق، ويجب على أمريكا أن تتعاون مع الحكومة المصرية في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وأن تشجع على أن تتقدم في طريق الإصلاح الديمقراطي. أكد طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا أن قانون التظاهر مقبول ويحفظ مستقبلا حق المواطن في الاحتجاج. أضاف فودة خلال مؤتمر مكافحة الإرهاب والحد من التعذيب أن هذا القانون يضمن محاسبة جهاز الشرطة في حالة انتهاك القانون.